أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. نفعض مجلس النواب علي السعيد في تصريح لبرنامج فلوسنا أن يكون رقيبا على النواب المتهمين بالثراء أو أن يكون أكل حقا ليس له فيما يتعلق بالمخصصات المالية لمنطقة الجنوب. أنا لست رقيب وحسيب عليهم، أتحدث عن نفسي، وربما أنت ما تعرفني لكن أهل غات يعرفوا من هو علي السعيدي. اشتغلت كثير في عدة مجالات، وليست لدي اليد الخفيفة لكي أصطو وأسرق أو أنصب أو أكل حق مش حقي، هذا واحد. شرع مندوب الأحياء السكنية في غات في توزيع السيولة النقدية على المواطنين عقب وصولها من المنطقة الشرقية لصالح المصرف التجاري الوطني بقيمة قدرت ب 8 مليون دينار، ووصل سقف السحب لأول مرة منذ مدة بالمصرف إلى 1000 دينار لكل حساب. طبعا احنا مندوبين حي التنوية ببلدية غات قمنا باستلام الصكوك من المواطنين حينما سمعنا بوصول السيولة النقدية للمصرف التجاري غات. رفعنا القوائم الصكوك للمصرف بعد تحديد السقف الصرف بألف دينار، واستلمنا أمس السيولة شاء الحمد لله، فقمنا اليوم بتوزيع كمية يعني لا بأس بها الحمد لله في ظل هذه الظروف. فقمنا يعني الحمد لله ساعدنا المواطنين اللي ما تقدرش تمشي المصرف. مع حلول عيد الأضحى يحرص المواطنون على شراء أضاحي تنطبق فيها الشروط الصحية والشرعية، ويخير البعض أن يتجه إلى الطبيب البيطري للكشف عنها. وفي كل سنة يقوم المركز الوطني للصحة الحيوانية بالإشراف على عملية الكشف على الأغنام. كاميرا تبادل حاولت أحد البياطرة حول العلامات التي يجب تجنبها عند شراء الأضحية. نتابع. المركز الوطني للصحة الحيوانية كمركز فني للكشف على الأضاحي مداير برنامج في كل سنة، طبعا بيعمم فيها على البلديات في برنامج الكشف على الأضحية في متابعة الأسواق ومتابعة ما بعد الذبح اللي هي في السلخانات. بدأت هذه اللجان في كل بلدية بالكشف على الأضاحي من ناحية طبية اللي هي صالحة للأضحية. طبعا الكشف يكون من ثلاثة أوجه، اللي هو الكشف قبل الذبح والكشف بعد الذبح والكشف هي طبعا بعد الصلخ. طبعا تكون الحركة طبيعية للحيوان، المشي طبيعي، الأكل طبيعي، ما تكونش فيه إسهالات، ما تكونش فيه سواي من الأنف تكون مدمية أو انتفاخ في الأذن أو انتفاخ في العين، ما يكونش فيه أوديمة تحت الـ تحت الـ تحت الحناء تحت الـ تحت الفكين السفليين، وما تكونش فيه عرج، لأن بعض هذه كلها الأدلة تدل على وجود مرض بالحيوان. وأول أبسط شيء يعني تقدر يشوفه صاحب الأضحية اللي هو قياس درجة حرارة الحيوان، يعني تكون درجة الحرارة يعني من 38 ل 38.5 تكون طبيعية للخراف. في حالة وجود يعني ارتفاع في درجات الحرارة طبعا فوق درجة 40 أو 40.5 طبعا بتكون هذه فيه يعني تنبيه أن تكون هذه الحالة مرضية، وما تكونش طعمة اللحم كويسة، وبتكون في تغير في لون اللحم يكون غير طبيعي. وبعدها بيصير الكشف اللي هو بعد الذبح، بعد يعني بيكشف الكشف اللي هو بعد الذبح تعطيك الصفة التشريحية للضحية. تو حاليا معظم الأضاحي اللي هي الوطنية واللي هي داخلة في السوق الليبي يعني معظمها طبعا انتاج محلي هنا، يعني ما توجد مش يعني ما فيها شكل الامراض اللي هي احنا يعني يقولوا عندهم مستوطنه زي امراض اللي هي الحمى القلعيه او امراض السل الرئوي او الامراض اللي هي زي الحمى الوادي المتصدع، الامراض اللي هي تكون مشتركه للزيناتيك ديزيز اللي تنتقل للانسان. هذه احنا طبعا في ليبيا لحد الان الحمد لله ما عندناش هذه الامراض، يعني حتى لو انها سجلت حالات يعني تكون عابر الحدود في مناطق اللي هي الحدوديه. في موضوع آخر، أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد خليفة البكوش عن مرور ليبيا رسمياً إلى المرحلة الرابعة من تفشي الفيروس في البلاد في جل البلديات، ما يعني صعوبة تتبع الحالات المصابة والمخالطة للمرضى، ودعا للحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما نود بكل أسف أن نبلغكم بأن جل بلديات دولة ليبيا قد انتقلت رسميا في تصنيف منظمة الصحة العالمية من المستوى الوبائي الثالث اللي هو الانتشار العنقودي إلى المستوى الوبائي الرابع اللي هو الانتشار المجتمعي، والذي يعني صعوبة تتبع الحالات المشتبه بها والمخالطين من قبل فرق الرصد، مع تزايد إيجابية الاختبارات بنسبة أكبر مما عهدناه في السابق. وبهذا نردد ونؤكد على الجميع ضرورة الحرص
على أرواحكم النفيسة باتباع الخطوات الأساسية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهي التي أوصت بها اللجنة منذ البداية، ولكن لم يتم تطبيقها سواء من الجهات الضبطية أو من بعض المواطنين. ولذلك نكرر ونؤكد على هذه التدابير الأساسية، وهي أولا التباعد الاجتماعي، ثانيا التباعد الجسدي وهو الحفاظ على المسافات الآمنة مترين قدر المستطاع، ثالثا لبس الكمامات ويكون في أغلب الأوقات التي يكون نسبة الخطر من نقل العدوى عالية، وهذا في جميع الأماكن التي تكون في خارج المنزل وتكون فيها تجمعات ولا تستطيع الحفاظ على المسافات الآمنة أو الأماكن المغلقة. رابعا إصحاح اليدين، غسل اليدين بصفة دورية. كما نؤكد على الجهات التنفيذية بأن تأخذ الأمر على محمل الجد والعمل على رفع الجهوزية نظرا لخطورة الموقف. أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد إزاء استمرار ما وصفته بعسكرة المنشآت النفطية التابعة لها والتواجد الكثيف للمرتزقة الأجانب في مختلف الحقول والموانئ شرق وجنوب البلاد، منها مجمع رسلانوف البتروكيميائي وميناء الزويتين النفطي وحقل زلة، ما يشكل خطراً على سلامة العاملين والمنشآت الصناعية. كما سجلت المؤسسة استيلاء حرس المنشآت النفطية يوم الأحد 26 من يوليو الماضي على كميات من وقود الطيران بمطار حقل 103 التابع لشركة الزويتين للنفط. هذا وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى إخلاء المرتزقة للمواقع النفطية حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم. وقبل نهاية هذا الموجز إليكم لوحة عن الأسعار المتداولة اليوم للمواد الغذائية ومواد البناء والعملات. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري، نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله.